الروح بقى زي ما بتقال كده ختامها مسك. كابتن صلاح، كابتن صلاح هو من اكتر الناس اللي دمها خفيف على المنصه. يا كابتن صلاح ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. واخبار مزاجك النهارده ايه؟ الحمد لله. طب ده شيء عظيم جدا جدا. ممكن تعرفنا على نفسك اكتر؟ في الاول احب اصبح على سياده الرئيس. انا اللي بصبح عليك يا صلاح، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا اسمي صلاح محمد صلاح، عندي 8 سنين في سنه ثانيه ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. بتلعب رياضه بقى معانا صلاح؟ بتلعب ايه؟ بلعب العاب قوه وبارتايكوندو وسباحه وفي نادي باتسين. ما شاء الله، العاب قوه وتايكوندو الثلاثه. في نادي باتسين. فين؟ في نادي باتسين. طب وفي ميداليات ولا ما بتجيبش ميداليات؟ عندي 11 بس نمت صعب عشان كان زعلان. عندك 11 بس اديت لواحد صاحبك واحد عشان كان زعلان. جبر خواطر يعني. ربنا يكبر بخاطرك. طب ما تديني واحده يا صلاح. عشان ادي لحضرتك طبعا. لازم تديني واحده لو سمحت. ادي لحضرتك طبعا. شكرا جزيلا. طيب عايز بقى تسال سياده الرئيس تقول له ايه؟ ايه اكتر ماده كنت بتحبها في المدرسه؟ اكتر ماده كنت بحبها في المدرسه التاريخ. التاريخ بيبقى مليان دروس وبيبقى في موعظات كثيره جدا. لو واخد بالك يا صلاح؟ معايا ولا ايه؟ عايز الله معايا. صلاح بس فخامه الرئيس كان متوتر شويه من قبل الحفله وبيقول لي وانا فعلا هشوف سياده الرئيس النهارده، فقلت له لا طبعا. فقال لي انا متوتر جدا، فهو بيبص لي بيقول لي انا كويس. يعني لا انا اللي متوتر يا صلاح. فالماده اللي كنت بحبها قوي كانت التاريخ. طب ليه التاريخ بعد كده؟ وبقى كل القراءه اللي بقراها دايما بقرا في اقرا في التاريخ يعني. فده بيبقى عباره عن أكنك عشت زمانين، زمن اللي أنت عايش فيه وزمن آخر أنت ما كنتش موجود فيه بيتكتب لك، حتى لو كان فيه أخطاء، حتى لو كان فيه مش كامل يعني. فهو كانت مادة التاريخ. عايز تقول حاجة تانية يا أستاذ صلاح؟ أنا نفسي أطلع تيتا عمر. تطلع إيه؟ أطلع تيتا عمر. نفسه يطلع تيتا عمر. تيتا عمر. حاضر يا صلاح، حاضر. ايه كمان؟ شكرا لحضرتك. طب هو بيقول لي انك انت دمك خفيف وكده، طب بس عشان اعمل حاجه عشان تيتا يعني. انا مطلعها بس عشان جده سامي كان عاوز يطلعها قبل ما ربنا يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه. حاضر حاضر. انا مش بتكلم في ال انا بتكلم بقى عشان الموهبه دي. ما احنا الموهبه دي لو موجوده جامده هنطلعك بقى في التلفزيون تعمل حاجات تضحك الناس وتفرحها. ان شاء الله. ان شاء الله.